Good morning. الولاد امبارح انبسطوا كتير، صبحنا بعد الظهر، سهرنا سهرة حلوة، نزلنا على الباترون، نمنا كتير منيح، بعتقد أكثر من 8 ساعات قد ما كنا تعبانين، وعي الصبح بقلب هالبيت اللبناني العظيم، البيسين، بعد شوي حسس الولاد عبالهم يتصبحوا بس لا، احنا عنكفي برمتنا، ومن هون من أرناؤون باترون رح نرجع نطلع طلوع صوب الجبل على حتشيت. تروية غير شكل تحت الشجرة، طقس رائع ومنقلع. مشوار جديد بيبلش هلا. طاولة كتير حلوة، مزبوط البيت اللبناني والضيعة اللبنانية، بس في اشياء من كل بلدان العالم. افوكادو توست، سكرامبلد ايجز، بيوتيفل. كروك مسيو، محمصة مزبوط مع الزبدة. الجبنة دايبة من جوا، كل شغلة مشغولة صح. طلعوا كيف بيعملوا البيض. وإذا بدكم أكيد دايماً بكل طاولة لبنانية، الزعترات، الجبنة، اللبنة. والكنافة نقوا يحطوا لنا كنافة بقشطة مش بجبن. نايس، جريت ستارت. سيان الكروسان سوبر فليكي. انا جانجو الكعكة الباترونية اللي كان روتين قبل صار كعكة باترونية على شيء اقوى، على شيء اكبر، على فرن، على مخبز هون، على منحضر كل شيء. نحن لوكيتد بالسوق القديم بالباترون وما فينا انك كثير نحكي. انطوني بخبركم كثير شيء قوي. هيدي استجو احنا بالباترون عند نور كاندي. المحل محل جديد صار وكل شيء فيه شيء صار جديد. عندنا ماكنت بوزا، تعمل برش بوزا هاي جديده، القهوه، عندنا الكريب، الوافل والبوفل، وبعد في ماكنتين جديد هودي بعد ما استعملناهم.
قاعته طيبة، كعكته طيبة كتير، جبنته طيبة، كعكته طيبة، سميته حلوين، عجينتها رقيقة. Good one. شو عم تعمل؟ خينا طوني خلص خدنا له اياها، ما عم تمشي بهالشوك؟ حب النورية عم بيصلي بده ساعة تيجي منكم برامنا. حلوة بس. شي شهرين ثلاثة مش نازل على البترون، هلا عم برجع استكشفها. هون طلع لي محل جديد. البترون يا بترون، البترون فيها شيء لكل حدا، البترون عم بيفتح محلات جديدة كل يوم. البترون اليوم غير جمعة الجاي غير جمعة اللي بعده، ومن سنة لسنة البترون غير. البترون مليها سياحيا، مطاعم، جست هاوسز، غدا، ترويقة، عشاء، وأنا قلت مش معقول ببرمتنا بلبنان ما نعمل برمة سريعة على البترون. أنا بحب الصبح بيكون ما في عجقة بعد، ما في كثير عجقة ودرينكس وشباب وهيك. يلا برمي بالاسواق القدر بده شغلتين، 1 نأمن السياره، 2 يكون في مطعم جديد فاتح ونعمل له زياره ونتروق يلي بحبه كتير اللي هو جروب بابل. طيب مشهور بالقرباني بس ما عنده هلا، اجمالا ببلش من الساعة 1 وطالع. فقلنا له إذا فضينا يا حوة وين مخبى؟ كنت عم قلك كنت عم قلهم مبروك مبروك على على التظبيطة والنقلة، هو كوكو شو قلت لك؟ أهلا وأنا كمان ما في هلا قرباني. إيه هولي على صوب الوحدة هيك وأنت طالع. إذا كنتوا بالبترون فرن كوكو هو أيكون يعني هو أساس، بس الصبح بنقيش من الوحدة وطالع القرباني الشهير يلي بتلي ريحته كل البترون. انت مين؟ انا كمان روعة 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 من الروعات. في ترويقة وفي ترويقة، في ترويقة طيبة بس في ترويقة أكتر من طيبة، في ترويقة فيها تفكير، في ترويقة فيها آيتمز ماني شايفهم بحياتي، في ترويقة فيها لبنان فرنسا لبنان أوروبا ريفاينمنت ريديفاينينج فاين دايننج إن الترويقة اللبنانية.
عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن بيض مع جبنة وسمسم، عم بحكي عن بردي زيني زبدة غير شكل موجودة مع خبزة مشطاح صغيرة مثل البيتزا، عم بحكي عن منقوشة زعتر حموضتها بتاخد العقل، بس عجينتها مثل البيتزا تقريبا 24 ساعة شغل، يعني مثل ما بيعملوها بإيطاليا. عم ببلع ريقي بعدني وعم خبركن، ما حكيت على الكاميرا وما فرجيتكن كل شغلة بشغلتها لأن الهوا كتير قوي ما عم بيساعدني، فمن بعد ما تروقت قررت ارجع لهون وقعد خبركن عن شغلة عم بيستاهلوا. بدي خبركن على البيت المعمول مع كريم بطريقة حلوة كتير، سكرامبلت مزبوط بس مش ملبس على بعضه، الجبنة كيف مستوفة ستة في الحلوم كيف ما عمله برزنتيشن، وافلز كمان فيكن تروحوا من لبنان لبرا لوكال اند انترناشونال. نحن موجودين على البحصة، نحن واجهين على البحصة مع فيو رائع، الهوايات بتاخد العقل، موسيقى حلوة، ديكار حلو، الفوال والهواء عم بيلعب من هون ومن هون، الألوان والزهور اللي مزرعين يمين شمال، الكستانات والألوان طب. بابل عودنا على ياخد الأكل اللبناني لمحل تاني، ما بعتقد كتير عالم أخدوا الأكل اللبناني لهالقد ليفل عالي، وفيني خبركن عن بابل اللي مفتوح بقلب دبي مول، أخذ الأكل اللبناني لمحل كتير بعيد، إن كان الحمص، إن كان البلاك ترافلز اللي زادهم، إن كان المكونات العظيمين اللي أنتوا عم تاكلوا بتقولوا أوكي، وفي العسملية، وبعدين بتجي القشطة بالآخر. ببابل هو كافيه وفتح بالباترون، عم كتر حكي تقلكن أنه شو بدنا تقول يا أنتوني عن كافيه، عن كوفي شوب عادي، إيه منه كوفي شوب عادي، كنت قاطع من هون ووقفت وقلت ويت، يعني عم نطلع أنا ونال ببعضنا وعم نطلع على الكبية وعم نشوف الحديدة اللي تحتها كيف معمولة made in Lebanon ارتيزانا، مش بس أخذوا الصحن يلي مستعملين the finest quality راك، إجوا ركبوا له إذا بدكم ديزاين ركبوا له سندة لإله، كباية اللي كوفي تخبروكم أنه عم يستعملوا the finest Italian coffee بس ركبوا له تحته سندة أو صحن لبناني معمول على الإيد. فيني كافي خبركم عن السيرفيس، عن الترتيب، عن الأكل سوبر طيب، صار لي كتير زمان ما أكلت منقوشة بيتزا عزعتر، صار لي كتير زمان ما أكلت صحن لبني بالسمبلسيتي تبعه هالقد حلو، بيض رائع، وفيني خبركم probably one of the highlights of the breakfast هو صحن مش دايقه أبدا قبل ولا مرة، دبل سمسم مثل الكعكة، جبنة وثلاث بيضات عيون، هيك شيء ما قطع علي أبدا. Good luck. برافو. لأنه الأكل اللبناني يا جماعة بابل أخدتوا له محل تاني. فرجيتوا العالم كله سوا أنه الصحون اللبنانية مش ميزة وطاولة ومعبية ومعالق يمين شمال. بشكركم كتير أنه شيروا المعالق من الصحون ونحطوا على جنب بسيرفينج سبونز صغار بكباية. عم تحكوا أخدتوا الأكل اللبناني لمحل كتير بعيد. وفرجيتوا الدنيا أنه نحنا مديترينيان كوزين full of flavors, full of colors and upscale. مش بس الأكل اللي بيشبع. انا رح ارجع على الطاوله لعائلتي قاعده هونيك تكفي راوند 2 اوف فود. اي سوبر لاف ذات. صحون نضاف ومع السكب على جنب، ترويقه اون انذر ليفل، ترويقه اون انذر ليفل. في اكل لبناني اكيد، ببابل اخذوا لمحل كتير بعيد، زاد له بيردي زيني، اخذ البطيخه واخترع له اختراع كتير حلو بتتاكل بايتس لقمه لقمه، اخذ البيض حط له السمسم لاول مره، سمسم من تحت، سمسم من فوق، شوية جبنة مع البيض، سوبر كريسبي، سوبر كرانشي، كأنك عم تاكل كعكة، شي مثل الحلم. المنقوشة بيتزا ستايل، إيطاليان ستايل، منفوخة مرتاحة، كمان سمسم، حبة البركة، وزعتراتهم حامدين وحادين، توب توب توب. ببابل فتح بالبترون على البحصر، هوا، الموسيقى، الديكور اللي بيسطل، قاطع من هون بالغلط وهيك unexpected وقلت اوكي ويت، الحلوم، presentation، الصحون، وبعد في كتير 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 اشي على الطاولة، فعلا برهنوا قديش الاكل اللبناني مش بس اكل بشبع وهيك الوان وطاولة ميزة معجوقة، كل شغلة فيها refinement بشكل كتير حلو. بابل نعرف من اهم الحمصات بالبلد، بدبي عم بيعمل عجايب، كل مطعم بيفتحوه بياخذوه لمحل تاني، بيشتغلوا كثير مع لوكال ارتيزن بالبرزنتيشن تبع الصحون والاكل توب. فولكينو على انستغرام. صباح
خير. صباح النور. لك اهلا اهلا.
اهلا وسهلا. خليلي غمزتك وتخليني بوسك. خليلي قلبك. المطبخ مفتوح والاستقبال حلو والروايح رائعه ودغري من المدخل على المطبخ. بدون بصل عامل لك اياها. لنا عمر، نحن كان لنا مطعم بالارز وجينا نقلنا لهون، خلصت متو بالارز الكونترا ونقلنا لهون، لنا شيء من عمر السقدولي 38 سنة. نحن هون مبسوطين بالفويري، نشتغل عايدنا، مطبخ بيت، مطبخ عائلة، أهل البيت ما في حدا غريب، كلنا بلديات. ونعمل فوارغ وراس كبة وأكل شرقي من كل شيء، أكل شرقي من كل شيء. نحن أخذنا المصلحة عن حميتي كان عندها مطعم بالأرز مسميين الأرز أرزة منتورة، ونحن أخذينه عنا معلمتنا إياه ومن أكو هني حميتي صورتها فوق وروح وكل إياها بالمطعم تضل بمتها ممكن. أنا اسمي جو، ابن بنته لسيفا صاحب المطعم، بشتغل معهم أنا وصغير. شغل إسحية هيدا كله على الإيد. بشغلوك فيهم كلهم؟ شو بدنا نعمل؟ دابا ناخد على الفيديو. أنا دولي سيبا من بلوزة. نحن عنا مطعم سيبا، it's a family business. أمي وبي بلشوا بهيدا المطعم، كانوا بالأول فتحين بالأرز مطعم، بعدين انتهى الكونترافو واضطروا ينزلوا على الضيعة. أول شيء كان بي مفكر يهاجر ويسافر على أستراليا، بس بعدين أخذ هيك وحي من حبيس شينا وقال له أنه لا افتح أنت بالضيعة وبكرة شوف اسمك رح يعبي لبنان، وكتر خير الله هيك صار. بلش بيي هون ببلوزة من 36 سنة. المطعم شرقي، بنعمل أكل فوارغ مشهورين فيها نحنا كتير، كبة راس، كل شيء أكل لبناني بتحبوه، كل شيء بنعمله هوم ميد وكل شيء بلدي. اللحمة من المنطقة، البقدونس بينزرع هون بالضياع، كل شيء فرش بتقدروا تاكلوه عنا هون بقلب المطعم. نحن خمس بنات ما عنا شباب، فجينا وجبنا رجالنا معنا على المطعم عم نساعد بي كلنا سوا. يعني ابن اختي هو الشيف، اختي مسؤولة عن الميديا، انا بساعده لبي بقلب المطعم on the floor، اخواتي بالمطبخ مع الماما. يعني مثل ما قلنا فاميلي بزنس، عنا كل شيء بتجوا لهون بتشوفوا مش بس اكل طيب، بتشوفوا حنيه وعاطفه وبنات حواليكم، كل شيء يعني هيك توب. حبيب القلب، نحن كنا بالارز عنا مطعم ايام الوالده، كانت الوالده بتحكي سبع لغات وما بتعرف تمضي اسمها، تعبت كثير قدامنا وهيك وربتنا والى اخره. وكنا اخرين نحن مطعم الارز تحت الارز الكبيره، واخر شيء جماعة كانوا مثل فضلك، كانوا منيح معنا كثير وكل شيء، بس الوضع الاقتصادي ووضع هيك الحالة عم بيقول لي زلمة الله يرحمه مات، قال لي انه ولاده بدهم ياخذوا هذا المطعم. قلت انا اكيد لهن انه اخذوه فعلا. يعني طلعنا نحن من المطعم، سكن بدي شهرين تطلع من فوق، نزلنا قدسنا عند الحبيس. هلا انا صوتي حلو، فت على المحبس اللي عندنا جوا صرت اخدم معهم، عرفت كيف؟ انا مقدم على سير الفن سنة 73 وصوتي حلو. هلا صور الحبيس انا صرت رتل بهالكنيسه، هلا الحبيس عم بيسمع صوت غريب بهالمحبسه، بده يشوف مين هالصوت عم بيطلع. اخر شيء قبل ما برم الكيس عرف انا صوري دلي علي انا. عفوا، هلا انا اقول هذا يقول هذا، انا هذا انا، اخر شيء هذا يقول انا، قال لي لا انت عني انا، قال لي ليك من فوق على المدبح، قال لي هلا بدك تقول يا ام الله. انا ما دام قال لي هيك
فلتها يا سيبا ويلا وبجد الله في. المهم خلص البرم الكيس وخلص القداس، قال لي قول يا أم الله، وقلت يا أم الله بقى غرشتي. خلص الزياح قال لي اوعى تطلع البرة، انا عاوزك. قلت انا يا عم كيف بدي اطلع شغلي انا وسمارتي، وهيك كان اسبنا شهرين بدنا نطلع من فوق. قلت له طيب، وقف الحبس هيك وضل ببدلته. قال لي يا ولادي بدي استأذن منكم خمس دقائق بس، عاوز هالشاب كلمتين وبعدين كل واحد بده يفوت يعترف وكذا الى اخره. انا مستعد معك كل نهار واهلا وسهلا فيكم، بس عيروني هالخمس دقائق. طلعهم كلنا لبرا العالم، كان في شي 150 واحد برا وجوا صدقني بالمحبس. لقطني الحبيس، منين انت وانا رايح وين جاي اشوار لما بتمجد الله بصوتك والى اخره. مهم ما فيني خبرته، كان الوقت سريع بدنا نطلع شغل. قلت له انا من هون بلاوزة وكذا ونحن عنا مطعم بالارض. قال لي يا ابني الله يرضى عليك، ضل مجد صوتك انه مجد الله بهالصوت، حرام ليش تعرف في هيك. قلت له يا ابونا عيال وكذا والى اخره. المهم عملنا هون اقول بيركني وحملت حولي وطلعت انا على الارض، خدت عائلتي وطلعت انا وياهم. هلا انا مسرب من عشية على البيت، هون بيتي هون حد المطعم. جيت انا من عشية ما فيني نام، كيف ايش ليش ما بعرف، ما بعرف في شيء في عيني. في عيني اللي هي عم تصدقني. حملت حولي انا ما فيني نام، وكني قد الساعة 5 الصبح. هلا عيط انا تقريبا ما نمت الساعة 2، نمت ساعة واحدة، لقيت حولي فت الساعة 3. قلت يا عمي قمت انزل بس عند الحبيس انا لحولي. قمت وعيط مرتي، مرتي بتحب النوم ما بتنزل معه. بس هلا انا لقيت قد عند الحبيس وهلا برجع انا وبطلع على الشغل. قول ايه نزلت دورت السيارة ونزلت بإشارة في اسمها، فتحت الباب وفتح الباب، فتح الباب قبل وقال لي أهلا بسيبة. هو الله الله يرزقنا شفاعته، ما شعر مثل ما شعر باللحيته هو حبيس أمنا شاينا قديس الله، وأمرني هيك. قال لي يا أبني أهلا وسهلا فيك. هلا أنا لقيت الخرب، قال لي القوط حيدي وعمل هيدي وكذا وإلى آخره. بلشت انا علي بقري الحس هلا خدمني هالقداس، خدمت له قداس شيء بمجد الله كثر الخير الله. قعدت شو انا بعد القداس خبرت شو هيك يعني انه مرقت الكرام من كل لغه، عرفت كيف؟ قال لي امي يرضى عليك. ضل طلع علي، قلت له يا ابونا هيك هيك هلا نحن على المطعم بس لي وبدهم يمكن ياخذوا جامعات وما فينا نحن، بدي اشوف ايش بدي اعمل. قال لي يا امي ضل طلع علي وما تعتلها هو. هلا انا من هاي الفتره ابدا كل يوم ما وقفت، صرت انزل كل يوم، وكل يوم بعد قد ساعه 10 ربع ساعه انا وياه، عرفت كيف؟ ودردش انا وياه وقلت له هيك 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 دحين ما انه خلص الكونترا فوق. طلعنا من الارض، صرت سنة عم بنزل انا مستمر. قلت له ابونا بدي انه ما في شيء هون، بدنا نجرب، بدي اروح اسافر على استراليا وهيك. انا قال له هيك القطن بايدي اللي هون بتضل، وين بدنا نسافر على استراليا؟ بدنا ندشر لبنان، ما بقى في حدا بلبنان. هيدا عن حقيقي يعني، عن هيدا مش عن خبر خبري، عن خبرك قصه حقيقيه. مهم ضل يحرج علي يقول وضل شيء خمس ست شهور عم ننزل لعنده بالشتي بالثلج، وانا عندي عائله بدي اعيشها، مش انه يعني لا بفيد اصل المعلوم انا وهي شغلتي. المهم ضل يطبق فيني ويطبق فيني ويشيلني ويحطني، يلي ما عندك ارض؟ قلت له خي عندي ارض. يقول لي اعمل مطعم بلاوز. قال لك يا ابونا لك عم ارض صحراء ما فيها شيء، ما بتعمل عمار بحدا يا عمي وكلها بيت وتنور. يقول لي بتروح تعمل مطعم بلاوز؟ يا الله دخل. جي خبر مرتي هون، قال لي مرتي يا عمي يا حرام الحبيس مش ما عارف شيء، حرام اقعد بالمحبسه تحت وانت ونحن قاعدين هون ما نعرف شيء بالضبط، انه ما في شيء. المهم اخر شيء قد ما حرج علي وحرجت عمالتي انا، قلت خي صف اعمل بدك اياه. قمنا قلت يا عم عني هي التشفيق هي، ها وين المطبخ تحت؟ هيدا ما في غيره. قمنا خربشنا هيك مدري ايش هو. وهون كنت بفرغ انا على اساس انه عندي ولاد بكره كل واحد بعطيه بعمل له هيك محل بيفتح شيء فيه. المهم وخربشنا شوي، بلشنا كل يوم بس مستمر على القداس، انتبهوا مستمر على القداس ومؤمن بالله انه ربنا بده يعطيني.
المهم في اليوم يسألني قال له أبو ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء اللي عم تطول بالك طول بالك طول بالك أنا عم صلي لك لا تخاف. بأول الربيع بحزيران كنت أس هالأرض هون تحت وعمل هيك خيمة قصرتين ومدي أشون خربشون ما بعرف إيش بقى إيش أعمل. جيني واحد من حشيت قال لي بديش بتساعة الصولة تحت قلت له بتساعة لشي 200 كأسه كنت ساعة تروبة انتبهها قال لي في عندي عرس لبنتي بدك تحجز ليها 200 عرس هاي هلا هو قال لي هاي أنا قلبي صور على كعب إزرائيل لأنه تروب ما معي فقر وتعبير عم حكيك بصراحة إما ترحت جبت نقلتان بحث مدري إيش وخربشتها ما ردقتها مشان هيك إنه ما إذا رأسه ما يطلع على الغبر. المهم عملني له عرس للزلمة والأكل نشكر الله عملني له عرس خوت الزلمة خوت خوت على الآخر هلا الحبس وين نوترني خليت الشغيلة أنا شي ساعة أربع أور الشارتن كلهم هون وحملت حولي نزلت على القداس قال لي أكيد كل شيء على عارف مثل ما أنا مفكر ما فيني خبرك والله. المهم كل شيء عمل لي هيك قال لي لك يا ابني قال لي اصبر أيام بدك تكحت الأول ما عندك هل أنا هون يعني بلشت تحس في عيني إلهية صحيح وفي الله في كل شيء بالأرض هون لا يصدقني والله ما كل شيء انه بيوت وما كل شيء حكي المهم في عيني عم تشتغل قال لي يا امي اصبر رجلك ايام ما بتكحت العالم عنك ضليت مستمر انا وياه ضليت انا وياه اللي قداش 21 سنه صيف شتاء ثلج ريح وقت ما فيني انزل انزل ماشي منهم خدمته بعيونه للحبيس وبقيت انا وياه وسلمني المحبسه كلها انا قلت اصل بالمحبسه بحق للرب انتبهها يا ما يجرب يا حرام انه اعوذ بالله كل شيء كل شيء كل شيء مخ كل شؤون المحبسه الطرقه القلب كله كله كنت انا الغسيل ما في شيء الا حتى كنت جيب بخور من دول العربيه وطبق البخور من اغلى بخور العنبر والاخره سبعة من اصناف وطبق له هون وسقط له هون لتحت ياخذ حصته هو بيعطيني الباقي انا بيرد لي اياهم بقيت انا ويا 21 سنه ولادي ينزلوا معه نطلت أول شيء بالضايعة يقولوا له يضحكوا علي أنا لحو نازلوا أنا سابع على الداس بتعرف إن حكي الآن هالآخر شيء اللي كانوا عم بيحكوا هيك صوروا كلهم أنا ينزلوا معي ما بقى في محل بالسيارة اليوم عارف 15 واحد قلت مرتي عم يروح لبلاك أوتوكار وسقط قلت له والله هيك لعمني كان حشت يعملها بقيت معه بهالفترة هاي كلها وسلمت له شؤوني وصوروا ولادي وكذا كل يوم يقدسوا ويصلوا علمنا كل شيء ايش في طاعات ايش في صلاه كيف واحد لازم يصلي كيف واحد لازم يشوف ربه وبلا الله ما في شيء بهالدنيا كله كله فاني ما في شيء ابدا 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 ليس امر عسير عند الله لا حدا يفكر انه انا فيني اعمل لا فيني طعمي ولا فيني ولا فيني الى اخره بيت انا وياه كل يوم يباركني في اشياء كثير انا وياه ما فيني خبرها بصراحه يعني يعني كان بالدار ما يقلون يعني قد ما كان انا اللي ثقه فيني عمي عمي كان في اشياء انا وياه يعني وانا اتمنى 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 يعني ايش بدي اقول لك اتمنى تقول لي غسل لي اجري وشراب زومه ما اتاخر مثلا عم نحكي مش ما قال لي هيك بس انه كنت اتمنى يعني يعني اخر شيء حتى روحي هيك اتمنى معه. المهم خدنا بركته وبلش الشغل هون بلش تطوف علي كل يوم انا بقول ما في شيء بالقداس ايش يا ابني قال له ابونا هات بلش الخير قال لي يا عمي طول بالك طول بالك نعمه الله كثير هلا نحن ضعاف على الارض هون وهي عيني اللي هي عم تشتغل نحن طلعنا من فوق وليش في الله وصلني عند الحبيس ليش ما بعرف في عيني وفي نية صافيه واللي بيلفت الرب ما بيغرق بحياته كلها صار حتى اشتغلت بهالمصلحه انا هلا صار لي 50 سنه بهالمصلحه عن ايام الارض دائما لك خي انطوني وانطوني مدلي انطوني خي انطوني ما تفكر انا فيني طعمي حدا الله بيطعمنا كلنا سوا بدك بس ما بتعمل رحمه وحسنه بتشتغل بحق للرب واجرك ما بيضيع بس حلق هالنقطه ايش فيك تعمل من انا هيك بعمل انا في عندي اشياء كثيره مونغوليا في عندي عجزي كنت جيبا من بكفايه تا
تبعون الراعي الصالح ويجيب غديا هون ولا مقابل. لا 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 حق للرب قلت له. وانا يعني مثل ما قلت لك عروي الحبيس الله يرحمه قال لي قبل بتعطيه انطار ربنا وبيعطيك نطير، وكلنا عايشين تحت نعمة الله، وما حد انا ما فيني حط حجر هون الا بإرادة الله. الله عطيني كتر خير، الله اول شيء عطيني عائلة مسيحية حقيقية دنيا ودين انتبه، وانا السنة ما تقول الله وكل لحظة وكل ساعة وما بدش ربنا شمعتي ما بتنطي بحياتها، وهذه هي الحقيقة وهذه هي اللي كل شيء، والدنيا صارت بألف خير علينا وكتر خير الله على عنده. والله خليكم بصحتكم انتو وبيعطيك الاخر الصالحة وبيعطيك النعمة ويخلصنا وكل عطول نذكر نصلي للبنان عطول نصلي الصلاة كل واحد يصلي نصلي لبعضنا بعض لأنه الصلاة بتوصل ربنا شايفه ايش ربنا كريم وربنا عينه سهرانة على العالم كله سوا ما حدا فيه يعمل اشي بلا ربنا. وقصة اللي شغلات اللي هيك عمي كل ايد بتنمد على لبنان بدها تنكسر، وهيدا لبنان وطن الله على الارض ما حدا في قرب له مهما جار الدهر حتى الهبروسخ. وهذا هي الخبري كله هيدا نحن هيك وقصينا مستمرين. هيا معي من لبنان من وديه من وكر النسر الشاهق، هيا معي من لبنان من أفياء الأرض الطياه العابي، هللويا يا مريم. شكل قاعدة خلينا نبلش بشو هالخبرية، شو هالقصة، شو هالإيمان، شو هالضحكة، شو هالاستقبال، وبعدين أكل لبناني بلدي لحمة سنوبر بكمية كبيرة سنوبر لبناني لحمة طازة حمصاتهم طيبين حمصاتهم كتير طيبين اللبنة غرمت فيها. نحن وين ببلوزة؟ بلوزة يعني بين إهدن وحتشيت بين إهدن وبشري بالنص على كتف الوادي منظر كتير حلو الهوايات ياخد العقل فاميلي بزنس لبنانية بالمطبخ الأم البي خمس بنات ونفس رائع. وين صرت رايوه يا روي؟ بعدني بالمطبل والحمص ومبسوط اه اثنين طب ما بحق لك اكثر من حبه بدي اتقل نط الفوارق شفتهم طحن ما بحق لك الا حبه واحده من ابني مغروم بالصحن لازم ياكل واحده طب وليد كيف معمولين هلا طازه شفتوا البقدونس تحت عم بينعمل موضة فريشنس بندوريت توب بقدونسات توب كاسك كاس الوادي كاس الجبة كاس لبنان وكاس العالم. لونه بشهي حتى نشوف لونه رائع بشهي تكستشر عظيمة طب تيكل بلا خبز طب 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 اسمعيني لاحيك ما تسأل انا بهالوقت بدي فاشيكم شي كتير حلو هيدي الخضرة الوحيدة اللي بتتاكل بالخبزة بقلي زعتر حامض سما بتكترهم بتحطهم بالخبزة مثل ما هن بس بتضيع اللبنانية سمبوسك مع لبنة او مع حمص
كبة، لحمة مفرومة ناعم، لبنتهم رائعة. Oh my goodness. Top quality. Top. مع لبنة بعد قطع من الحمص. يعني بتعطيها حموضة حلوة كتير. بعدنا عم دوق حياتي. كب علي. نص لحمة أو شحمة؟ على حظنا. كيف بدنا نعرف؟ نبرم دايما بالإيدين بتكبسها ك... أوه لحمة هيدي هي لك بخد الشحمة فرنة. طيب يلا روح. أنا بعتقد ها شو أحساسك بيقول لك؟ خدها. ها هي واضحة. ها هي. طيب يلا افتح احرق إيديك. عم تدق السكين فيه. ممنوع الحديد يدق. عند احرق إيديك هم حرقوا. برمو مصبوط. ريحتها بتعقد. خليك تاكل من عندك. وانا كمان. رح نبلش تغلي من برا. اوف. بدها شيء معها مثل العادة. لبنة حمص. هاي جديد جبنة بلدية. طب كيف عندك؟ سوبر فليفر سوبر كواليتي سوبر سوبر سوبر. هون بتقعد ما بتسأل ولا كوليسترول ولا شيء. You just enjoy it. على البركة وعلى ربنا ما تعطي الهم. باي. الله خليك بصحتك يا رب. And we're back. We're back to إهدن. رجعنا على إهدن لصديقي نصر معوض عامل حفلة وما كنت عارف عازم على قد ناس. ناس فوق بعضها عجقة ماكسيمم. هو ويب سايت اسمه صغرتابيديا رح نحكي عنه بعد شوي. فرجعنا من بشري من وات إيدي. رجعنا على إهدن فور الإيفنت. سو
مشوار عن جديد، واهلا وسهلا فيكم بحفل اطلاق منصه زغردابيديا. اسمي جول قارح ورح كون عم اقدم اليوم فقرات هيدا الحدث. شو هي زغردابيديا؟ ليش ولمين انعملت؟ كل هيدي الاسئله رح تكون عم بتجاوبنا عنهم نسرين معوض. زغردابيديا شو هي وليش انعملت؟ تاريخنا مثقل بالاعتزاز، منسرد ومنفاخر بأبطالنا، بطاركتنا، بطريرك وبطل على درب القداسة، رؤساء للجمهورية، سياسيين، فنانين، روائيين، كتاب، رسامين، نحاتين، أما هن ما منذكرهم. عم نحكي عن مبادري الأعمال يلي للأسف ما حدا بيذكرهم. مبادرة زغردابيديا اجت لتسلط الضوء على مبادرين شجعان وخلاقين حفروا أسماء بجميع القطاعات بالوطن والاغتراب، ولكنهم للأسف منسيين. أخذوا المبادرة يوم كانت المبادرة شائقة وصعبة عشرات المرات أكثر من اليوم. أخذوا المبادرة وخاطروا، عملوا بجهد لا يوصف بزمن ما كان فيه لا تكنولوجيا ولا اتصالات ولا حاضنات أعمال أو خبرات أو أخصائيين وغيرها من وسائل بتساعد على النجاح. هؤلاء لم يسعوا للمال، لم يسعوا للشهرة، لم يسعوا للخلود. هؤلاء سعوا للنجاح، والنجاح ما بيجي خالي الوفاض، بيجي معه المال والشهرة والخلود، وهو الخلود يلي منسعى أن نساهم فيه عبر هالمنصة. زغردابيديا ملتزمة، نعم ملتزمة، بإعادة أحياء قصص نجاح كانت متجهة لا محالة للاندثار. نحن رح نسلط الضوء على تضحياتهم وإنجازاتهم، ومندعيكم تساعدوا وتتفاعلوا مع هيدي المنصة لنترك هالإنجازات على قيد الحياة ونرفض دفنها مع صانعينا. زغردابيديا ملتزمة البحث عن قصص نجاح حالية أيضاً لأبناء زغرت الزاوية مقيمين ومغتربين، ونشرة لحتى تكون قدوة لأجيالنا اليوم. لها المبادرة ثلاث أهداف: أولا إلهام المجتمع وتشجيع الريادة. قصص النجاح بتعمل على إلهام الأفراد وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية. ثانياً إحياء قصص النجاح، نعمل على تسليط الضوء على قصص نجاح كانت على درب الاندثار، وإرسال رسالة لمبادري الأعمال الناجحين بأنه مجتمعنا بيحرص على إحياء ذكراهم وعلى الاستفادة من تجاربهم وتقديمهم كقدوة لمجتمعاتنا. ثالثاً وأخيراً تعزيز الثقافة الريادية. لما بيكون في ثقافة ريادية قوية بالمجتمع، هالشي بيزيد من احتمالية نجاح المشاريع الجديدة وتطوير الاقتصاد المحلي. شكراً لحضوركم وأهلا وسهلا فيكم. فنان المكاري، ولد فنان المكاري بخمس نيسان 1889، غادر لبنان إلى المكسيك سنة 1908. صار رمز للعمل الدؤوب والالتزام والتضحية، وبعام 1920 أنشأ بمالدة مصنع سنخوان للحبال يلي أصبح الأول من نوعه بأمريكا اللاتينية، بأدواته، معداته، تجهيزته وبعماله يلي بلغ عددهم 1500 عام، وطابق بمدرسة الراهبات الأنطونيات. كما ساهم مساهمة مربوعة بتغطية نفقات شارع المغتربين بأهدن يلي دشن عام 1950، غير مساعداته ومعوناته للجمعيات وللعائلات المسطورة. أنشأ مدافن عمومية لزغرتا بإخراج الفرحات. تبرع ببناء كنيسة مرحمة المعمدان، واستغرق تشييد الكنيسة وقت طويل 1950 ل 1957 على عقار تبلغ مساحته 6400 متر مربع. جريدة الدفاع للشيخ فريد بولس أصدرت سنة 1932،
ومن ثم جريدة السبعلية للشاعر أسعد السبعلية، وهي جريدة زجلية صدرت عام 1938. أما جريدة المستقبل، شو منعرف عنها؟ أي متى أصدرت؟ ومين أصدرها؟ خلونا نعرفكم بهالفيديو على بنت سبعي، إلفيرا رومانوس لطوف. إلفيرا رومانوس تعتبر صحفية والأديبة إلفيرا لطوف مؤسسة جريدة المستقبل، أول امرأة بلبنان أنشأت صحيفة سياسية سنة 1938، أنشأتها وأدارتها بنجاح. ولدت إلفيرا رومانوس بسبعي سنة 1903 لوالد سبعلي وأم إهدنية تدعى حواء العايشة. لما صار عمرها 6 سنين احتاجت إلفيرا لإذن خاص لتتعلم بمدرسة القرية على يد الخوري بطرس لحوت، وهي كانت الفتاة الوحيدة بين الذكور لأنه كان ممنوع اختلاط الجنسين بالمدارس. ها هي أمنية الصديق نصر معوض قد تحققت وقضي الأمر. زغرتا بيديا منصة إلكترونية قدر لي أن أتابع نبضها، وهي جنين يتحرك في رحم الفكرة حتى تجسدها في فضاء التواصل الاجتماعي اعتبارا من اليوم. منصة آلت على نفسها الالتفات إلى الوراء بمزيج من التقدير والحنان، ليس لتبعث كل أطياف الزمن الغابر، إنما لتحيي ذكرى المبادرين أو المبادرات الذين لم تنقصهم شجاعة الإقدام والاندفاع من خلال ما أنجزوه في هذا المضمار أمزاك لإحداث تغيير في حاضرهم وفي مصائرهم، أملاً في صنع مستقبل أفضل. مبادرون يجلون وتكتب عنهم بالذهب، وليس هذا الفندق العريق بالذات الذي يجمعنا الآن سوى الدليل القاطع على أن الطموح متى عصف بالصدور فهو يخترق الجدران ويهد العراقيل ويفل الحديد قبل أن يتجسم في حقيقة ملموسة ويغدو جزءاً من الواقع. أيها الأصدقاء، عندما فاتحني الأستاذ نصري بما كان يدور في ذهنه بخصوص هذا المشروع متمنياً علي التعاون من أجل تشكيل خزان معرفي يكون قاعدة لعمل موسوعي أشمل، دبت في الحماسة حالا. فأنا عندما يتعلق الأمر بزغرتا وأهدين بدون دف أرقص، ولا أقل اندفاعا عندما يتعلق الأمر بالزاوية أيضا. فالأستاذ نصري عرف كيف يعزف على وتر اهتمامي، ذلك أن وقتاً غير يسير قد مر علي وأنا أتخذ من كامل قضائنا محوراً أساسياً من محاور عملي التنقيبي بمقيميه ومغتربيه وبمطموراته ومنسياته قبل ما هو معلوم، بحثاً عن مصادر الإشعاع أو عما نسميه الوجه الآخر، الوجه المضيء. فأرضنا كما ثبت باليقين أرض قداسة وبطولة، أرض أعلام ومنارات، وربما كان تداعي الوطن فوق رؤوسنا هو الذي حرضني على السعي والتفتيش والتقميش، أو ربما استجبت لهوى في النفس والنفس أمارة، أو لكلي السببين. ولأن الذاكرة العامة قطبة تحاك وتنسج، فقد استغرق البحث وقتا، لكن عندما يكون هناك رؤية والهدف يستحق التعب
فإن عرق الجبال يهون ويهون عفوا أرق الليالي. وها هم المبادرون والمبادرات يعبرون من تحت قناطر الأمس القريب والأبعد قليلا إلى المنصة الوليدة بالكلمة المكتوبة وبصورهم المتمددة على الشاشات وفي العيون الرائية. تهديها إليكم زغرتابيديا باقات من الحبر لائقة بالعصر على صفحات يقلبها الهواء ههنا وفي كل بقعة من ديار الله الواسعة مربوطة بشرائط من ألوان الغروب في أهدن ومغلفة بورق غيومها. وأخيرا أقول أن كل طريق هو مشروع سفر قد يقصر أو يطول، وقد كنتم اليوم شهودا على هذه المنصة وهي تطلق صرخة الحياة الأولى، لكن ذلك ليس سوى بداية لطريق نأمل أن يطول والبقية تأتي. بمنطقتنا نحن معروفين بعدة مزايا ولكن أشهرها الضيافة. رح خبركم قصتين عن حسن الضيافة. القصة الأولى، وقت كان يصادف وقوع شهر رمضان في شهر من أشهر الصيف والمصطفين إخواننا الطرابلسي المسلمين عم يتنعموا بمناخ إهدن الصحي، كانوا ما يحملوا هم الاستيقاظ وقت السحور، لأن شهيد العقورة المعروف بشهيد فهمة بائع الليموناد المشهور اللي هو ابن السيد الغربي جورنا عم بيت حميد أمير، كان يقوم بالأربعينيات والخمسينيات بدور المسحراتي، كان يجي على الموعد المحدد للإفطار ويطلق صوته يا نايم وحد الدايم مستعين بدربكة تيوئز النيام لتناول إفطارهم استعداداً ليوم صيام جديد. أما القصة الثانية، بالأربعينيات من القرن الماضي ثلاث شباب أسسوا جمعية النهضة الإهدنية وصارت معروفة بجمعية الثلاثي في نسبة لأسماء المؤسسين. أول في المحامي فريد أنطون مؤسس جريدة صدى الشمال، ثاني في الدكتور فريد ند معوض، ثالث في السيد فؤاد الداي مؤسس أول سينما بصغرتا المعروفة بسينما مرسيل، ومن بعدها انضم لهم ولكن من خارج حرف الفاء السيد ميشيل مخلوف. ما حدا طلب منهم يعملوا يلي عملوه، أخذوا المبادرة من حب لمنطقتهم، كانوا يعملوا زيارات للمصطفين بالمنازل والفنادق تيتأكدوا أنهم مرتاحين، يعني يتأهلوا فيهم، وكانوا يراجعوا المطاعم والفنادق والمحلات التجارية إذا سمعوا أي شكوى عنهم، وحتى كانوا يعملوا ولائم على حسابهم لتكريم الزوار. باختصار كانوا بلدية ظل بس يدفعوا من جيبتهم التكاليف. اسمعوا النجاح وأكيد أوتيل البلمون، تابعوا معنا. دوميت سعادة، يعتبر دوميت بطرس سعادة رائد السياحة الفندقية بأهداف. من قبل كانت هذه السياحة تقتصر على إنشاء لوكادات وبأحسن الأحوال فانسيونات، لحتى دخل هو على الخط وبدأ التحول. من بعد ما استأجر لوكادة السعادة المجاورة رئيس مارجرجس بأهداف، راح لينفذ الحلم الكبير يلي هو بناء أوتيل بالاس بثلاثين غرفة، ورح يكون أوتيل بالاس أول فندق ينعرض الكهرباء وصالون أكل فيه يحتوي على أركان الأوركسترا وصالة بيع وماء سخنة وباردة وحمامات عصرية وحتى لكازينو صغير. أوتيل بأهداف بوقتها بهيدي المواصفات هو إنجاز كبير وأخر. أشادت جريدة الهدى النيويوركية بمجلدها ب 1929 بإحدى
لأريت. يجد فيه المسافر كل ما يجده في أي منزل فخم في أعظم مدن أوروبا وأمريكا، من أسباب الراحة والسرور، من رقص على طريقة أوروبية ونغمات موسيقى أغربية. أردني على موقع جديد بانورامي مشرف على السهل والبحر والجبل، عم نحكي طبعاً عن أوتيل بلمو الشهير. باشر بالبناء ورفع اسم كبير من الأوتيل، غير أنه الحظ ومشقات التمويل ما ساعدوا على إتمامه، فاضطر لبيع مبنى غير محتمل لفندق بلمو لكل من المتعهد إياد الغزال معوض والسيد سعادة جرجس سعادة. بس نحن رح نضل نتذكر وطميت سعادة هو بي السياحة بأهدن، فهو من صنف الرجال الذين لا تشرق عليهم الشمس وهم في أسرتهم، من أرباب العمل يلي بيسبقوا عمالهم على الورش. ولد بزمن الميلاد سنة 1929، لكن فقدانه لأبي وكان عمره 5 سنين رح ينقص فيه الشعور بالمسؤولية. لم ينل ميلاد الغزال سوى القليل من الإعلام، لكنه استعار عن حيط النقص بالكثير من العمل. صار يبيع صديق التفاح المقطوف وجنينته وحمل الأبان على الأكتاف، وصار يساعد شقيقه الغزال بالإشراف على تشييد المباني، واستأجر مطعم الفردوس بأهدن وصولا إلى شراء أوتيل بلمو من طميت سعادة شراكة مع سعادة سعادة عام 1952 بالمعرض طرابلس الدولي. انتقل إلى كسروان وصار يراهن على شراء الأراضي لإقامة المشاريع السكنية، والبداية رح تكون من أدفع بشراء 300 ألف متر من عقارات القاحلة تمهيدا لجعل من أجمل المناطق الكسروانية، وأعاد الكرة بنهر الرهيب ومن بعد باب صريم تل الغزال. وبهذا الوقت كان أسس كمان شركة معوض الدي يلي رح تكون وراء تنفيذ العديد من مشاريع البناء والإنمان بمختلف المناطق اللبنانية على امتداد 4 عقود. هلا نحن لما عملنا البلاتفورم هلا شوي مقطوش من فوق، اعتذر منكم، بس ايه اوكي. كنا بدنا نعمله بطريقه بسيطه انه اي شخص بيقدر يستعمله، وصغارتابيديا شوي على النسا ويكيبيديا انه كتير سهل واي شخص بيقدر يستعمله. هلا الصفحه الرئيسيه بس بتخبركم عن صغارتابيديا، مثل ما حكيت نسرين وعم يحكوا الشباب اليوم، فما بدي اضيع وقت كتير على هيدي الصفحه. في صفحه فوق مكتوب سكسس ستوريز اللي هي قصص نجاح، فاذا بنفوت على سكسس ستوريز منشوف القصص اللي شفنا فيديوز عنها هلأ، وكمان قصص تانية كتير يعني مختلفة. في 25 قصة اليوم، والحلو بهيدا الموقع انه في محل اذا في قصة جديدة حدا حابب انه تبين على البلاتفورم في يبعتها للتيم تبع صغارتابيديا، والتيم بيراجعها وبيحطها على البلاتفورم. اذا بنرجع كمان لفوق في كمان سكشن اسمه Fun and Funnies اللي هي يعني شوية عن تراث صغارتها، مثل بتشوف شغلات مثل الدبكة، الأكل، شغلات هيك. وكمان هون في يمكن 18 سكشن مختلفة عن صغرتها، ففي شوية تنويع مش بس success stories. تارت فورينوار ميلفوي، تارت رولو سابلي، بول بوش دو نويل كرواسون أم جوات. 6 صغرتاوية أطلقت مع زوجها مشروعها، أول باتسري بصغرتها بالستينات، نجحت وسابرت وبنفس الوقت ربت عائلتها واهتمت بشؤون البيت من دون أي تقصير. هي نهاد مكاري عاقلة أم جوات، وأنا شرب البدوي عاقلة رح كمل مسيرة نجاح باتسري أنجلا. وهيدا الفيديو رح بخبركن قصة 6 أم جوات. أنجلا، إذا كانت نجاح باتسري أنجلا بفرطة أهدن تعتبر نموذجا من نماذج الحرف الناجحة، فهذه التجربة تدين بنجاحها بلا أدنى شك لنهاد نايف الكيري، يعني أم جواد، يلي كانت وراء السعي لها لتحقيق النجاح وضمان عيش أفضل. الانطلاقة كانت بمطبخ أوتيل باراس بأهلها، هناك اكتشفت شغفها للمطبخ وأعجابها بمن سيكون زوجها.
تعلمت كثير من تجربة طاهي لوكال القصة وصحية من أجل الإلمام بفن الطبخ بمكوناته ومقاديره، وهي اليوم بتتذكر بكثير من الحنين قالب حلو بثلاث طبقات بأول ألبانة ابنة بري. قالب خطف انتباه المهنيين من الجيران وأهل الحي، وراحت تكثر الطلبيات بالمناسبات الخاصة. الجواد بلشت تخفق البيض والطحين بإيديها، ومن بعدها صارت تستعين بماكينة موليناكس اشتراها أبو جواد بالتقسيط من محلات بكداش الكائن بشارع فيلا ببيروت، ولا زالت الست نهار تحتفظ فيها كتذكار عزيز من زمن جميل مضى. انتقلت من البيت إلى أول محل بين الساحة والتل، حاملة اسم بنتها الوحيدة باتيسري أنجيلا. قسمت المحل لنصين ببردان، أول نص لواجهة لعرض الأصناف مثل الرولو، سابليه، البول، فضلاً عن قوالب المناسبات والبيش دونوين، وتاني نص خلفي للمشغل. انتقلت إلى مبناها الحالي ب 1985. أما مكان الصيفي فكان ثابت ومضمون، المبنى الملاحق والتابع لأوتيل باريس. نضم ابن جواد ولبس المريو الأبيض عام 1979. تجربة استلم معنا من قبل 19 سنة. من 19 سنة إذا بدي حبة طحين، يعني بدي حبة طحين أرجو. ونجي نشفى معه مثلا عشان يلاقي الغسيل تبعها على الأرض ولا مشية هناك، قلوا هيني مشية لجنة. المشية بتاعته نفس الإدمان عن مسكرات وصير مثلنا مشية بيمشي شيء بيمشي. أما نجد الأصغر بدوي انضم عام 1988، بينما كان أبو جواد يأمن اللوازم والإحتياجات بمتجر إبراهيم صفير بسوق الكاهن. بولادة فكرة المعرض السنوي ببيروت أوريكا عام 1994، رح ينفتح أمام أم جواد وأسرتها باب التواصل مع شيفين فرنسيين معروفين شارل سيفا وإيف ترويس، وبخاصة مع الأول يلي عمده شهر بضيافتهم. وسيفا رح يكون شاهد على وسع دائرة التهافت اليومي على كروسان الجواب وعلى بلوغ المبيعات 3000 قطعة يوميا. كنا نديرها شي 3000 أو 10000 قطعة، وما كنا نحس إلا في كنا نحضرهم، كنا نحضرهم بالليل وبالنهار. هيدي المرأة يلي كانت تقابل كل زبون بابتسامة راضية مجاملة رائعة فوق كل الجهد المذهل المبذول، كانت أم جواد تطبخ ذاته لعائلتها وللعمال، وأيضا تهتم بتربية أولادها. هيك عاشت أم جواد، تعبت وضحت ليوم تقاعدها عام 1998. أنا من زغرت الزاوية، ونهاد الكاري أم جواد من معصر. زغرتابيديا وجدت تتسلط الضوء على النجاح، فقط النجاح. علينا واجب كلياتنا انه نساهم بالنجاح وانه نعزز ثقافة الانتاجية. ثقافة الانتاجية كتير مهمة تنطلع من هذا التقليد اللي موجود بمنطقتنا، انه منشتغل منعطي قرشين بالسوق نوع على الساعة 12 وبيمشي الحال. واجب علينا انه نعطي منطقتنا يلي تاريخها عطانا كتير. زغرتابيديا هي نتيجة عمل دؤوب سنة ونص. هون بدي اشكر الصديق الاستاذ محسن يمين. الجوهرة محسن يمين، أشخاص مثلك يا صديقي لازم نعرف نستفيد منهم، وأنا وياك طويل نبوء عليك رح يكون طويل. الشكر لمحمد عبد العزيز، رنيه معوض، تريسي عزيزة، جورجيو بشارة، سمير عريجة كفريق عمل ناجح. مرسي لإدارة أوتيل بلمون، وشكر للي شاركونا اليوم بالتقديم، سميح زعتر العالمي
شرب العقل إليان بورزق بول أنطوان معوض جول آريح وأكيد الست نسرين. رسالتي لأولادي نجيب وتاري وأيلاء، ما تتركوا البلد، هذا بلدنا، وضلكم فخورين أنكم من صغرت الزاوية. اليوم كله مخصص لهودي المبادرين، ونحن رح نبقى وعدنا لألكم نبحث عن قصص نجاح لمبادرين فلوا من هالدنيا ولمبادرين اليوم عم بيسطروا نجاحهم، وننشر قصصهم ونخلق منهم تشامبيونز بالكوميونتي. طبعا بليز نطلب تفاعلكم مع البلاتفورم لأنه هيدا قلنا كلنا، عملوا فولو وشير وضلوا شجعون. هول المبادرين اللامعين اللي عم نحكي عنهم بالنسبة لألي أنا هول هني قبضيات الفعليين بمنطقة، ونحن الشعب اللبناني منحلم ومننجز. عم بحلمك يا حلم يا لبنان عمل من تنفيذ شاب صغرتاوي اسمه يوسف الرهبان. نحن جينا اخذين حق علينا، ما لحقنا ركض ركض من ايفنت لايفنت، هن بيسكروا على الساعة 9، فرقت معنا 5 دقائق. يس، لكن الكيدز فيستيفال بيفتح هيدا الويك اند جمعة سبت احد من 5 بعد الظهر للساعة 9 بالليل، not to be missed. هارد لوك. أنتوني أهلا وسهلا فيك عنا، نحن سكوت مارونية بشري، نعمل هيدا الفستيفال صار من 2008 بنعمله، بيمتد على 6000 متر مربع، في 40 لعبة، كل هول الألعاب عندكم أكسي عليهم بس ب 200,000، كمان في فود كورت، أكل كتير طيب، ببرايس كتير أفوردبل كمان. اليوم كتير مبسوطين نحن رحنا بشري. اهلا وسهلا فيكم اول شيء بمدينه بشري، انا ابونا بول مراد. نحن بهيدا المهرجان الكبير يلي دايمين كل المنطقه تقريبا بمعونه وبابداع ونشاط الكشاف الماروني ببشري، مثل ما نكون شايفين الاف الاف الناس، الاولاد الشبيبه كلهم مبسوطين كلهم فرحانين، وهيدا همنا الاول انه نرجع على ضياعنا، ننشط ضياعنا، نعمل نشاطات، نجمع العالم كلها سوا ونبقى هون ونستمر هون بمنطقتنا وبلبنان يلي هو اجمل بلاد العالم. خلينا اياكم يا رب.
حخبركم سر الاولاد قالوا لي خلص بابي خلص حمص خلص حمص يا بابي فجبتهم عن مين؟ جبتهم عن شيف جورجيك يلي هو بطل الساندويشات وستريت فود هون ببشر. هلو بونسوار كيفك؟ تمام؟ اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيكم في شيف جورجيك. معك شيف جورجيك باول مدخل بشري ستريت فود الاكل السريع والاكل الطيب والغني. عندي الساندويتشز وعندي البرجر وعندي الراب عندي قصص كثير مهضومه ومعروف فيها اللي هي الكريسبي فرايد موزاريلا البونس تشيكن الطعمه الغير شكل اللي عندي هون. بلشت بالكافيه اوت بالمعهد سنه 2003 تخرجت 2006 بلشت بكاسبر اند جامبينيز ديفي رح نعمل اوبننج برا بسلطنه عمان دبي السعوديه مصر الاردن ورجعت جينا اشتغلنا بلبنان رجعت حبيت الضيعة رجعت حبيت اطلع عليها وحبيت اشتغل فيها لانه عن جد ضيعة كثير حلوة وعن جد بدها هذا الاكل اللي عن جد اللي له النفس اللي له الطعمة اللي الشهي يعني ما يعني عن جد ما قد ما اوصف لكم بضل كثير قليل. يعني اليوم حاعمل لك شيء سوبر واو كريسبي فرايد موزاريلا برجر عندك تشيكن سويس مشروم عندك التياز برجر اللي هي كمان سبيشال المحل عندي اياها وعندي الدبل بيف برجر والفرايد سوري والتشيز بولز مع البليت التويستر مع الفرنش فرايز